انا زايم انا زايم. اي ما تسوي درجيم ابني كم تشير اريد برج اريد برج. امك عوين مازال صايم ولا افطر؟ هاني قلت حلو او يسمع فيا عندك تفطر والله لانه اكتب الظرف كون يفطر او مازال صايم. يعني صايم ها؟ اوه ولا غرو صايم يا سيدي الساعتين ما بقالكش ياسر قولك واحد خمسة سوايع كعوان. يعني قوي نقاوي نصوم حاجة 10 ايام منجوع ما نعطش. ها ولدي راجل من صغره بال. ما انا كعوان نقعد هكا وعندك الجوع ها؟ ماما مش هنجوع اني قاعد ها؟ اها راجل وش بيك شجري؟ خلينا مرا هاني هاي جمرا هاي نعقى في رمضان ما كيش بين عقبه هاني ناحي في البنشورة اللي دارها يولدك إسلام ديك نار هاي صح يهب المسكين جي رمضان يهب الراجل هو كعوان لازم تنفطروه اسمع كعوان ارواح 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 واشي 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 قالوا لي جراي شا صح ايه جراي انا جراي روح تراي شري نشوف روح هيا روح واحد زوز ثلاثة هيا روح ايوه ايوه روح زيد 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 ماينا ماينا روح روح زيد 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 ماينا زيد اجري زيد اجري زيد زيد حنك تحبس والو ما تحبس ايوه 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 ماينا 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 هيا روح هيا قول لي دوك شك تحس ما يحس في والو وهكا ييه عطشت ايوه هكا اشرب كمان يلا ورا على امه ورا على امه والله يا المسلسل ايه شوفهم عندهم حتى معنى ويش وش بيك؟ انا طاشت ليه وش بيك تنهز؟ يا وجراني الكلب جا ولدك اسلام وراني طاش انا عمو مانيش قادر قالوا والله اما يبقاو لك 5 سوايع تقعد هك وش الدهب تجري وكنت افطر راسك كثير